السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بدي يعني أعطيكم شعور قديش سطر الأوامر قوي، وهو فعلا النظام تبع لينوكس. يعني جنو لينوكس بيعتمد على سطر الأوامر بشكل شبه يعني شبه كامل. بس علشان التوضيح وعلشان يعني أنت تشوف الأمور بشكل أوضح، بدنا نكبر الحجم اللي شايفين الآن. شايف الكتابة صارت أكبر، وإذا بتحب كمان بتقدر تعملها بولد. أوكي شايف، بس مش واضح البولد، فبنخلينا على ريجولار، لكن بتقدر تحطها مثلا 13. أوكي شايف، بهاي الحالة بصير عندك حجم كبير للخط، وبنعمل كلوز. طيب كمان في كمان شغلة، يعني انت لما تعمل اب يعني ارو لفوق، فرضا عملت مثلا ls bwd cat مثلا bash sorry dot bash rc، لا ايش bash logout، فرضا يعني تعمل bash logout، فهاي الموجود فيه. الآن لما أعمل أب أورو، فكان عندي كاش كات باش لوج أوت، بعدين بي دبليو دي، بعدين ال اس. الآن هاي ذاك الهيستوري يعني التاريخ تبعك أو كذا، بتقدر تخليها دائما موجودة، وبتقدر كمان تيجي على سكرولينج. شايفين عندك 1000 أو 10,000، هاي بتقدر تعملها unlimited. هاي بالنسبة ل عدد الصفحات الموجودة عندك هون. يعني أنا بدي أحكي لكم كيف، مثلا خلينا نحكي ls slash etsy. شايفين لو عملتها كمان مرة كمان شايف هون، بصير عندك زي سكرولينج، بصير في كثير أمور، فبتقدر من هون تيجي وتعدل هاي الأمور، تحكي له إنه مثلا أنا بس بدي 1000 سطر، 100 سطر كمان بتقدر، لكن انت بتقدر تعملها unlimited. انا بحبها unlimited، بس بما انها 10,000 اتوقع يعني رقم جيد. الهيستوري الهيستوري ناسي، يعني صراحة ما عمري اهتميت بالهيستوري، لكن هو فعليا الهيستوري هون موجودة. يعني انا اورجيك كات، او لا مش كات، نانو دوت باش ار سي هيستوري، فبورجيك كل الاشياء اللي انت يعني عملتها. مثلا انا عملت انستول الاب ارمر، طبعا هدول موجودات بالسيشن قبل ما نفتح هاي السيشن. اب ارمر مثلا، كروميوم براوزر، مثلا ابديت ابجريد، الامور هاي يعني. فانت كل امر بتعمله بدخل على الباش هيستوري، اذا عملت له ديليت فبروح كلياته من عندك. طيب نيجي على امر ثاني، مثلا find author، على find مثلا find داخل مثلا slash etsy او جدلي عن طريق النيم، مثلا دوت كوم، تمام. بس لازم انه هون تحط ستارت، فشايف في كل الكونفيجريشن، كل شيء بينتهي، يعني هيك معناها كل شيء ينتهي بدوت كونف. لكن لو انا حكيت له اعطيني اي شيء بيبدا ب مثلا اس اي شيء، فاي شيء بيبدا بالاس داخل سلاش اتسي فهو راح يظهر عندنا هون. لو انا مثلا حكيت له ببدا بكذا، او لكن انا بقدر كمان اعمل له اللي هي يبدا ب مثلا كي كابيتال وول او طيب خلينا نشوف يبدأ بكي،
كمان لا. طب بلاش، لو فرضا انا بدي حرف معين مثلا نت، طب شايفين اي شيء بيجي فيه مقطع نت فمباشرة مثلا لو بدي مثلا هاي اسمها regular expression، لكن انت بتقدر مثلا تحكي له كمان تعمل pipe. pipe يعني بتحكي له اعطيني نتيجة هذا الامر ودخلي لي اياه عن طريق يعني البايب اللي هي علامة الاور او logical or، دخلي لي اياه على مثلا grep واعطيني مثلا conf. شايفين انه هو بختار من كل هاي. هاي انتو قبل قليل احنا اخترنا هاي، طلع عندنا النتائج الموجودة كلياتها، لكن انا ما بدي كل هاي النتائج. في عندك سي اف جي هون، في عندنا بس الكلمة ايشو دوت نت، لكن انا بقدر يعني اختار ايش اللي بدي اياه بالضبط عن طريق جريب. كمان انا بقدر مثلا افوت على مثلا مثلا find slash etc مثلا network، بعدين بحكي له مثلا name واعطيني انترفيس، لكن انا بحكي له اختار لي من انترفيس مثلا دوت كونف، ما في شيء دوت كونف، طب كونف ما في، طب نتو انترفيس مثلا اب كمان ما في. شو اصلا الموجودات بال سلاش اتسي سلاش ورك او انترفيسز اب داون، هو بده يختار انترفيس. طيب انا اللي اتخربطت، مش مشكلة. خليني ادخل وين، لكن انتوا فهمتوا الفكرة، يعني انك تختار شغلة وبعدين ترد تسحب منها الاشياء اللي انت بدك اياها. طيب لو حكيت له، يعني هو هون بحث لي عن الكلمة، فرضا انا بدي احكي له لوكيت مثلا virtual box، فهنا بيعطيني اللي بسموه absolute path، يعني وين موجودة من الروت، لأنه كل شيء باللينوكس أو بجنو لينكس هو عبارة عن path بيبدأ من الروت، بعدين بسموها يعني upper tree directories، بعدين بتفرع على الأشياء الثانية. بس اتوقع هاي يعني، والكات اللي هي بتعمل طباعة للأشياء زي مثلا slash hc resolve.conf مثلا، هاي بعمل لك print للأشياء. يعني لو حكيت له نانو اللي هو text editor وحكيت له slash hc resolve.conf، فنفس الكتابة هي موجودة، لكن هو بعمل لك كات يعني بطبع لك اياها على الشاشة مباشرة. ايش كمان حكيت لكم عن الاس، طيب الان انا بدي اصدر امر مثلا ديت، لو حكيت له ديت ف
فهو بطبع لي الوقت مثلا اب تايم، بحكي لي كم الوقت انا صار لي يعني صار له هذا الجهاز شغال 12 دقيقه. تو يوزرز، اليوزر اللي هو الجرافيكال انترفيس، وسكند يوزر اللي هو التيرمينال اللي احنا شغال. لو حكيت له هو يعني مين اللي موجود هون، فبحكي لي واحد موجود على تي تي واي، واحد موجود على يعني على ديسبلاي سكرين. لكن انت بتقدر اذا في حالة يعني حبيت مثلا تعمل كوبي من الوقت حاليا الموجود، فبتقدر تحكي له مثلا ديت، تحكي له انه مثلا current current dot date او date. طبعا هو مباشرة بيعرف ايش الامتداد، لكن انت مثلا current date، طب ماشي dot مثلا text. ولا رد تزبط. طيب مباشرة لو عملت لها كات للكرنت فانت مباشرة بتشوف الوقت الحالي، لكن اذا حكيت له ديت لحالها فانت بتشوف انه تغير الوقت، زادت الثواني. انا هون شايفين الفرق بينهم. مثلا ايش كمان، الان فرضا بدي ارد مرة ثانية اخزن او اعمل تخزين لنفس الوقت، فأنا بقدر أرجع مرة ثانية وأحكي له current date، بعدين أحكي له cat current date فتغير. شايفين لما عملنا cat المرة الأولى فكانت عندي أنا الوقت والتاريخ وكذا، لكن حاليا اتخزن شيء ثاني داخل current date. لو فرضا أنا كل مثلا كل يوم بدي أعمل script، كل يوم الساعة مثلا 11 مثلا يجي يحكي له up time عشان يشوف انه الجهاز عمل ريستارت او ما عمل ريستارت. فانا بكل اريحية بقدر احكي له up time ودخل لي اياه على مثلا بي سي up time dot text. لكن المرة الثانية انا بقدر اجي احكي له انه up time، بعدين بحكي له up time. لو حكيت له الان cat pc فانتو شايفين كل مرة بزيد. فالمرة الاولى كانت 21 و 26 ثانية، المرة الثانية شايفين كل مرة. حاليا لو احكي له up time كمان برد يخزن up time برد يخزن كمان كمان ريكورد. حكيت له اب تايم مره ثانيه برد يخزن تحتيها كمان مره الـ الوقت او الوقت الحالي. طيب اب تايم كمان مره، فصار عندي عدد من الاب تايمز مأخوذات على اوقات مختلفة. الان انا بقدر يعني احكي له او بقدر اخزن اذا في مثلا يعني بقدر مثلا كل مرة اخزن الاب تايم متغير، واحكي له انه الاب تايم لازم حاليا اللي اخذه يكون اكبر من الاب تايم تبع المرة الماضية، بعدين اقارن فيهم. اذا مثلا حدا عمل ريستارت ف بيكون عندي بعطيني warning او بعث لي ايميل الى اخره، لكن هاي يعني اشياء بسيطة جدا. الايكو هو عبارة عن امر، مثلا لو حكيت له this is gnu slash linux بي سي، بقدر احكي له كمان دخل لي اياها بالبي سي اب تايم.
فلو حكيت له cat uptime PC uptime فشايفين this is GNU Linux. هو فعليا لو حكيت له echo bash يعني بدون ما احكي له وديهم على الهاي بيطبع لي اياهم على الشاشة مباشرة. يعني الايكو بس لكن في لها استخدامات كثير يعني مهمة، لكن انت اذا بدك مباشرة بدل ما انت يعني بدك تخزن بملف امر معين اي امر مباشرة انت بتقدر تعمل ايكو تحط الشيء النتيجة اللي انت بدك اياها وتخزنها بالملف. في شيء كثير مهم لازم تعرفه بجنو سلاش لينكس، كل شيء بالنظام هو عبارة عن ملف، كل شيء اعداداتك الامور يعني كل شيء بتعلق يعني حتى السي دي روم الشاشة هي عبارة عن ملف، حتى كرت الاتصال بالانترنت هو عبارة عن ملف. فانا هنا يعني هيك مبني الجنو سلاش لينكس، وهذا بيعطيني اريحية بحيث انه مثلا في عندي نظام صلاحيات كل واحد بقدر اعطيه صلاحيات معينة، فانا بكل سهولة بقدر امنحك صلاحية انك انت تفتح السي دي روم وتخزن عليه، لكن يوزر ثاني مثلا بحب يضله يحضر افلام مثلا على دي في ديات وبخرب الدي في دي روم، فانا بقدر يعني ما اعطيه هاي الصلاحية فما بقدر يفتح الدي في دي روم او ما بقدر يشغل موجود بالدي في دي روم. في كمان شغلة يعني مهمة انه كل شيء انت يعني لو حكيت له echo path فانتو شايفين هذا الباث، ايش هذا الباث؟ يعني انت حاليا لما حكيت له الاس وين هو راح؟ فعليا هو راح على المكان هذا which ls هو راح على slash bin slash ls. خلينا نشوف وين موجود هذا سلاش بن، يعني بيحكي لك وين الاوامر اللي مباشره بتقدر انت تنفذها. شايفين سلاش بن سلاش ls، بينما انا لو حكيت له which sudo فانتوا شايفين وين السودو على سلاش يوزر سلاش بن سلاش يوزر سلاش بن اس بن. طيب سلاش يوزر سلاش بن، لكن انا لو اني صرت سوبر يوزر راح يتغير السودو ويتغير عندي الاس تبعتي، لانه هاي عبارة عن سوبر يوزر يعني يوزر سلاش بن وفي عندك يوزر سلاش سوبر يوزر بن. البن اللي هي الباينري الباينري البرامج الباينري، يعني الاس هو عبارة عن يعني لو عبارة عن ملف باينري يعني مكتوب بلغة الآلة فأنت بتنفذه برنامج. يعني يعني لو حكيت له cd أو لا هنحكي له ls slash bin، شايفين كلها برامج mv move pwd كلها برامج netcat gzip grep echo برامج عادية. لكن إذا ما كانت عندك على هذا الباث ما بعرف النظام يشغلها. يعني كيف بدي احكي لكم اياها هاي، لازم نكتب برنامج، برنامجنا بسيط جدا. طب ايكو او خلنا نعمل test dot search hash bank slash bin slash بعدين بدي احكي له مثلا echo وانا حكيت له ls حاليا شايفين هذا البرنامج تبعنا. لكن حاليا chmod دعطي plus execute test لو حكيت له ls صار عندي برنامج. لو حكيت له حاليا لو حكيت له test
دوتا ساتش، احكي لي انه عن ايش الامر اللي انت بدك اياه. ليش؟ لانه فعليا لو حكيت له بي دبليو دي سلاش هوم سلاش 1 اور نتوركينج مش موجوده بالباث تبع الاوامر، مش موجوده بالمكان اللي ببحث عنه على الاوامر، لكن انا بكل سهوله بقدر احكي له من هذا المكان شغل لي تيست دوت اساتش، ذيس از تيست بروجرام او سورس تيست عشان اقدر اشغله. لكن اذا بدي اياه يشتغل من هذا المكان فلازم احكي له انه path equal path dot path equal path طيب اتوقع export path sorry. الان لو حكيت له test dot sh تمام. الان لو حكيت له ورجيني الباث وين الباث باث ايكوال انا اخطأت بايش انا اخطأت باث ايكوال طيب خلاص خلينا نرجع الامور كما كانت. طيب لو حكيت له الان test dot search شغال. لو رحت cd على slash etsy حكيت له test dot search مش موجود انا لانه حطيت current directory، لكن انا لو حكيت له لو رجعت cd حكيت له test مباشرة بشغل لي اياه. انا مش يعني يعني بس الموضوع انه لازم يكون عندك بالباث المكان اللي انت بدك تعمله. لكن انت مثلا بتقدر تحكي له مثلا نقدر نحكي له مثلا slash home slash one hour networking مثلا كمان دوت export path export path and cd slash etsy الان انش تمام فشايفين مباشرة دور عليه ولقاه. مش موضوع يعني بس انا بدي احكي لك انه كل شيء انت بتعمله على الجهاز لازم يكون موجود عندك. يعني فعليا بتقدر تعمل كل شيء من سطر الاوامر، كل شيء يعني بتقدر تتصل بانترنت تعمل داونلود. لو حكيت له دبليو جيت مشكله انه انا مش متذكر ايش موقع يعني عشان نعمل منه دبليو جيت، لكن احكي لك بتقدر يعني هاي دبليو جيت ويب جيت تعمل داونلود للاشياء مثلا سي يو ار ال او مثلا جيت هاي بيستخدموها مع الجيت هاب جيت كلون مثلا جيت كلون اتش تي تي بي وبتحكي له الاشياء اللي بدك اياها. بتقدر تسحب اشياء عن طريق هاي بتقدر تعمل معالجة نصوص بتقدر تتصل بالانترنت بتقدر تعمل يعني اتصال مع جهاز اخر عن طريق الاس اس اتش مثلا ما مش خاطر ببالي الان يعني مكان، لكن لو حكيت له بقدر احكي له مثلا اس اس اتش الان اللي انا عليه one hour networking at
مثلا هاي لوكال 127.0.0.1. اوبس مش شغال. مش مشكلة، لكن يعني هاي طريقة عشان تتصل بسيرفر معين او عشان تتحكم بسيرفر عن بعد. حكينا عن كيف تعمل سكريبت شيل خاص فيك. شفنا انه this is test program وهي عبارة عن تيست بسيط. كيف تحصل على المساعدة هون؟ يعني لو انت كنت موجود هون وما عرفت كيف بدك تستخدم برنامج معين، يعني الان في عندك هون بالالاس، مثلا الاس بالاتسي عذرا، مثلا شو في عندنا هون اشياء دي ان اس ماسك. طيب سي دي دي ان اس ماسك دوت دي الاس، شايفين نتورك لا طيب كرون تاب، خلينا نرجع سي دي دوت دوت الاس. الان في عندنا شايفين هون في عندك كرون تاب، وفي عندك ديلي اورلي مونثلي وويكلي. هذول عبارة عن زي محركات داخل نظام لينوكس، بيشتغلوا ضمن ساعات محددة. انت بتحدد هاي الساعات وانت بتحدد هاي الاوقات. فلو حكيت له انا مثلا مان، يعني اعطيني المانيوال تبع كرون كرون تاب، فبحكي لك كرون تاب بتقدر عن طريقه تحافظ على اوقات معينة عشان تعمل انستول دي انستول، تراقب اشياء محددة، تعمل تشغل اشياء باوقات معينة. يعني فلنفرض انه انت عندك سيرفر، والسيرفر هذا بيكون عليه طول وقت الصباح ضغط كبير، فانت بدك تعمل له ابديت. مش معقول لما يكون عندك ضغط كبير تعمل له ابديت. فانت بتقدر عن طريق الكرون تاب تحدد انه الساعة مثلا واحدة بالليل بيكون عندك ما في ضغط على السيرفر تبعك، بتحط انه الساعة واحدة بالليل اعمل ابديت للسيستم تبعك، يعني اتصل بالقاعدة البيانات تبعتك واعمل ابديت للبرامج اللي عندك، اعمل ابديت مثلا لقاعدة بيانات الويب سيرفر والى اخره. بتوقع يعني هاي معظم الامور اللي يعني راح تواجهك على سطر الاوامر، لكن في اشياء كثير، يعني لانه انت بتقدر فعليا تعمل كل شيء عن طريق سطر الاوامر. يعني لو حكيت له سي دي دي اتش سي بي مثلا، خلينا نشوف نلقي نظرة على دي اتش كلاينت دي اتش كلاينت دوت كونف، فهون بحكي لك انه كيف طريقة الدي اتش كلاينت وكيف بتصل. فانت بتقدر من هون تحدد كيف عملية الليسينج، يعني عملية استئجار الاي بي ادرس والى اخره. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم.